صفية ما بتاكلش ليه؟ وحد ليه نفسي ياكل يا تيتا؟ في العزة لازم ناكل عشان نصبر ونتقوت، واللي على الترابيزة دي راح زيه في بيت عثمان، والغدا راح في كل البيوت اللي حواليني. طبعا دي عوايدنا وده واجبنا. نبعت لهم يا جدة، هم أصلا حيلتهم حاجة؟ الجبنة كسر الخيارة والخصاية تملى البطن. يا حامد جاول بقالة ده مش وقته. بص يا دكتورة صفية، هو اللي حصل ده كارثة، أنا معاكي، بس في النهاية دي جريمة، جريمة ممكن تحصل في أي مكان في العالم مش عندنا بس. فياريت بقى ما نكبرش الموضوع. مجرم اتقبض عليه هياخد عقاب، وبنسبة 99% هياخد إعدام. احنا كلنا شركة للمجرم ده. صفية كل يا حافظ كل، مطرح ما يسري يمري. وانت ايه اللي كنت بتقوليه واحنا بناكل ده؟ كنت هتطفحيني اللقمة بعين شايفانا يعني شاركنا في ايه؟ هتلبسينا مصيبة؟ عيل مخلول وبنت فجرة. لا ده انت متخلف بقى. صفية 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 امسكي اعصابك شوية. انا اللي امسك اعصابي؟ امال اخوك ايه؟ من غير اخوك ايه؟ من غير اخوك ايه؟ اخويا بيخرف وكلنا عارفين انه بيخرف. يا حافظ ايه الزفت اللي بيطلع من بقك ده؟ سلمى الله يرحمها كانت بنت بريئة واخلاقها عالية، وبعدين افرض يا اخي انها كانت كده، ما يصحش تتكلم على بنت بلدك بالطريقة دي. انت كده بتقصف محصنات يا شيخ حافظ. لا يا جلال يا اخويا، بس دي مش محصنات. ما تسكت بقى يا حافظ، فرهطنا معاها. طب انا هستأذن انا يا جماعة. لا 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 جمال، رايح فين؟ رايح فين؟ انت خلاص بقيت من العيلة، مفيش فوسطينا حد غريب. سمعة تل شبورة بقت على كل لسان، في مركزني والمراكز اللي حواليني بقت زي اللي بيشتري يتفرج. مش فاهم يعني درغام ده احتاج المخدرات، هو واهله كلهم عاملين زي العصابات بتاعة بلاد بره، والدهيشة كلهم رجليهم مجدرة في الحرام لسبع أرض. تاجر مخدرات فعلا؟ الكلام ده حقيقي؟ انت كنت عارف الكلام ده يا جمال؟ هي يعني سمعة طالعة العيلة بقالها سنين، بس يعني ما فيش حاجة متأكدين منها. وبعدين دي عيلة كبيرة وعندهم أطيان وأراضي واستبلات ومزارع. وبعدين لو هو تاجر مخدرات كان البوليس سابه ولا الداخلية طنشت عليه؟ لو انت فاكرة يا صفية ان درغام دهيشة دي تاجر مخدرات كنا نسيبناه ولا اتجوزت كبير بنته، يبقى جد صفية واخوالها تجار مخدرات. دي كلام يعقل يا ست الدكتورة بتاعت علم النفس؟ مش عارفة ومش مصدقاكو. واضح ان دم سلمى هيطرطش على تل شبورة كلها. انت مسؤول يا جلال توقف الطاحونة، لو فضلت دايرة هتطير رقاب. وقف الطاحونة يا جلال، البس يا سيادة المستشار. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.